بوسة كبيرة من جمهوري العزيز، تحياتي للجميع. شاركتكم في من حمامي، غنخلي لكم صندوق الوصف. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس الغزالات الحبيبات؟ اليوم غادي نخرجكم ميطاق الطبخ والمواضيع. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي انا تنجربها، تساقط الشعر، وهي جد مزيانه من تجربتي انا. طبيعه الحال انا راه ماشي اختصاصيه في الكوزماتيك، تجميل كامل بصفه عامه بالماكياج او لاي حاجه، تابعوني. وكما قلت لكم هذه الوصفه هي عبر البيض اللي تيشيت ليا، تندير الايغ وايت يعني البيض الابيض تنطيبو، تنحتفظ بالبيض الاصفر هنايا، تنزيد عليه العسل، العسل مزيان للشعر، التساقط للشعر. طبيعة الحال انا هذه الوصفه هذه نقلتها من بعد الاخوات وجربتها ودرتها. طبيعة الحال انا اليوم ماشي بلانوفا، ولا ماشي الوصفه ديال بلانوفا، الوصفه ديال البنات اللي تيديروهم. اللي بغيت نقول بالله بزاف البنات تيشاركوا في المواضيع ديال خصوصين غير تجميل الشعر او الوجه. دونك هنا انا درت زيت زيتون، تندير فيه حتى هو واحد المعلقه زيت زيتون والمعلقه ديال العسل، وتنخلطها وبقاو معايا لي وشحال من دقيقه، تنخليها في الشعر ديالي مزيانه التساقط، او ميم طون تدخلوا مكونات فيها بزاف ديال لي فيتامين للشعر تتصلح له، وتتحتفظوا على النوعيه ديال التساقط ديال الشعر. هذه بالخصوص تساقط للشعر والتقراد من تحت وهذاك الشيء. المهم بنات شعيبيه وبلال راه تقدم لكم واحد الوصفه، انا تتعرفوني عندي مع الطبخ، انا تعجبني بالوصفات جداتي والوصفات اللي يعني من خبرتي انايا. واليوم بغيت نشارككم الوصفات ديال الشعر، يعني انا خرجت على الموضوع ديال الطبخ ومشيت لكم تنوع في القناه. طبيعه الحال كما تشوفوا الاخ بلانوفا ولا غيرها كلهم تيشاركوا في مجموعه ديال البلوكات والوصفات تينوعوا في القناه ديالهم، ما عرفنا فين صح وفين خطا، انا مجرد غنشارككم في هذه، وبقاو معايا. كيما البنات حنا جبت لكم، جيت باش نكمل لكم الوصفه ديال لوزين هير، يعني تساقط الشعر. وبصراحه انا ماشي دائما تنديرها، ولكن مره هذه من نوع ديال الوصفات اللي تنديرها حتى هي، والوصفات الاخرين ديال تساقط الشعر غنخليهم لكم على الرابط. وجوله في الحمام وتنظيف الرجلين غنخليها لكم على صندوق الوصف. تتمنىكم تتابعوني في قناتي، ولكم كل الشكر، وشكرا كل ما تتابع الصفحه ديال ليلى من امريكا. دونك كما تتشوفوا دائما تنعتني بشعري بالوصفات اللي هي طبيعيه، بحال القهوه والقرنفل والبيض الاصفر، وهادو من الوصفات اللي تنديرهم تقريبا دائما، تنديرهم اسبوعيا يعني هكا باش ولفت شعري. انا شعري كان شاطر ملي كنت صغيره، وبدات يتلون ليا تعطي الاحمر البراون، لاحقش الحنه ديال الوالده الله يرحمها، ولكن شعري انا كان شهب يعني كان شطان بحال الذهب كما تيقولوا البنات في الحومه. شعري كان شطان ملي كنت نعوم كان اصفر هكا. طبيعه الحال تنجيب له غاسين ديال جدودي في الريف، ودابا بدا يرجع ليا بحال اللي كان احمر تيتلون، يعني تيكونوا الجذور في الشعر. وكما تتشوفوا راه بعض المرات راه حتى انا ما عندي مرض السكري، راه تيدير ليا تساقطات، وطبيعه الحال الجسم تيدير مع انا كان شعري رطب وقوي، وتندير له بوكلي او لا نخليه في اي يولي لي رطب بلا قياس، او لا ندير بوكلي او لا نلعب به بالششوار او لا بلا ششوار، يعني تنخليه اغلبيه الوقت يكون طبيعي بحال هكا. دونك كما تشوفوا فيا تندهن هادو وتنشقق به الشعر ديالي،
نستسمح هو وتنديرو كل الشعر ديالي هنايا، تنشقق به، تندخل به داك فين كاينين الجلدات وداك الشيء كامل هنا، تدخلو وتتحكوه يعني وتتحكوه من هنا باش يدخل لكم في على تساقط شعر. منين تجيو لهاد لي كوتي هذا مزيان تدهنوه وتديروه من هنا بزاف، يعني تتسبكوه مزيان باش يدخل فيه داك التكوين ديال البيض والعسل وزيت الزيتون. الان كما تشوفوا معايا كيفاش دهنتو اللور ومشققتو مزيان كما تتشققوا وتتخليوه، انا تنخليه 20 دقيقه، يمكن لكم تخليوه حتى نص ساعه، تنخليه غير 20 دقيقه، ولكن راه التساقط تيكون غير تتعاونوه كعلاج، تحاولوا تحتفظوا على الزغبه ديال الشعر ديالكم. لكن انا ما قريش في النوع ديال الزغبات، انا هاد الوصفه تتجي معايا على الزغب ديالي، يقدر يكون البنات الاخرين ما تجيهمش في الزغب، بينا الشعر راه في انواع، دونك يمكن لكم اللي بغى يجربها مرحبا، واللي الاخرين اللي عندهم الزغبات ديالهم واقفين يعني متنوعين، الله اعلم واش تجي معهم هي تصلح لتساقط الشعر بالفعل. هذا ما هو الان احبائي، من بعد ما 20 دقيقه اللي بالضبط، ومن بعد باقي ما نشفت شعري مزيان، باقي فازك كما تتشوفوا معايا، من بعد انا تنشفو عادي شعري، انا تنشفو غير بحال هكا، وكما تتشوفوا هكا تنطلقوا بحال هكا عادي، اولا تتعقلوا منين كنا تنديروا باتشا ولا بحال هكا، كان شعري كان رطب بزاف بزاف بزاف، الزغبه ديالو رقيقه وتتبوكل ليا من تحت، اولا كما قلت لكم درتو بالدره، رويتو غير عادي وربيتو بالدره، تيولي ليا المس بلا قياس، وطبيعة الحال لا درتي بروشينغ او لا الشوشوار ولا كما تنقولوه، ومن بعد تنمشطو عادي عادي بحال هكا، وتنمشطو تنمشطو عادي، لا بغيت نديرلو هكا باش ينشف ليا من الماء، وتنعقدو من هنايا وتندير الفيطة ديال امي الله يرحمها، عندها جوج، جبت معايا جوج بحال هادو من المغرب ديالها طبيعة الحال، وتنعقدو تنخليه ينشف على خاطرو، قلت لكم الا بغيت نديرو من بعد نديرو الشوشوار اولا نخليه هكاك ناشف، عندي واحد الشوشوار تنجبدو غير من التحت، وهذا دونك هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو مع لي زامي، انا مجرد مشاركه ماشي اختصاصيه في التجميل او لا في الشعر او ليش ما تشوفوا دابا، من بعد مني تنشف شي شويه راه باقي فازك، تنشف تنخليه عادي بحال هكا، هذا شعري لكن مزيان داك شويه ديال البروشينغ باش ما تتحرقش حتى من هنايا وتتقرض، تنوعوا مره نديرلو الشوشوار، مره غير نمسحو ونخليه هكا، مره نبيتو الليله كامله في الفوطه او بالدره، كل مره وكيفاش تنديرلو، لكن انا تنبقى طبيعيه عاديه، تندير غير وصفات لي عاديين. دونك شكرا كل ما هو زارني في هذا القناه وفي هذا الفيديو الاعجاب بالقناه، وشكرا لكم جميعا، معكم ليلى من امريكا، ثانك يو فيري ماتش، جود لك فور ايفري ون. Ha ha ha.